بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أشكر لصاحب السمو الأمير بدر استضافته الكريمة لي وللحضور الكبير الذي أرجو أن لا أطيل عليه في الحديث بقدر ما أن أستفيد منهم وهم يستفيدوا مني. بالنسبة لك يا أخ فيصل، فأنت إعلامي كبير، والسؤال الذي طرحته ربما تكون أنت أفضل من يجيب عليه، لكن أنا سأحاول من خلال تجربتي المتواضعة في مجال السينما والأفلام أن أقول أن المثل يقول الصورة تسوى ألف كلمة، وهذا مثل شائع ليس فقط عندنا في العالم العربي لكن في جميع أنحاء العالم. ولا شك أن دور السينما والفيلم المصور كبير جداً في التلاقي والتلاقح بين بني البشر في حضاراتهم المختلفة وفي ثقافاتهم المتعددة. فأذكر على سبيل المثال أول ما بدأت المملكة في طرح أو فتح مجال مشاهدة الأفلام من خلال التلفزيون قبل 70 سنة تقريباً، قبل 50 سنة آسف، فكان هذا له أثر كبير على تعريف المجتمع السعودي بالغير وتعريف الغير بالمجتمع السعودي. من ضمن المسلسلات التي أذكرها إن كانت عربية أو غير عربية، عائلات كثيرة تأثرت بهذه المشاهد التي شاهدوها عن الناس الآخرين في دول وفي حضارات تختلف عن ما هم متألفين عليه في المملكة. ولا شك أن ذلك دفع كثيراً لتنمية وتحفيز عجلة التطوير والتقدم في المملكة العربية السعودية. فلا شك أنه زي ما ذكرت الصورة تسوى ألف كلمة، أنه كلنا تأثرنا بذلك، خاصة من جيلي أنا الذي ربما سبق بعض الأجيال اللي موجودة عندنا في هذه الصالة من خلال التأثر ليس فقط بالأفلام ولكن أيضاً بما شاهدناه من روايات درامية وكوميدية وأفلام وثائقية.